الحديث بتاع مش كما قاموا في بيت من بيت الله يقولون كتاب الله وتدرسناه ما بينهم اللي هو بقيت الحديث يعني هو طبعا يشمل اللي هو طلب العلم طبعا صح؟ يشمل ايه؟ اللي هو دراسة علم يعني حلمة علم عادي يرد صح؟ لا حلقة العلم لها أجر آخر هذا في القرآن وتلاوته أما حلقات العلم الأخر لها أجر أخر تمام يعني المقصود بحلقة العلم هنا دراسة كتاب الله عز وجل هو الحديث ما جلس قوم اصبر ما هو كده لفظ هو اصبر هو لفظ الحديث كالآتي ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ففي القرآن حلق العلم الأخر لا أجر لكن هذا المذكور بالقيدين في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم السلام عليكم.